أهلا بكم أصدقاء ميد سبورت في حلقة جديدة من سلسلتنا حصاد الأسبوع، وهذه أبرز العناوين. شباب الأخضر السعودي يتسيدون العرب، صلاح يحقق إنجازين تاريخيين، وهالاند يضع أولى بصماته، شقيقة كريستيانو تسخر من ميسي بعد تألقه في افتتاح الدوري الفرنسي، رئيس نابولي يهاجم اللاعبين الأفارقة والكاف يرد، خطوة استثنائية من جماهير دورتموند لضم رونالدو، سان جيرمان يقترب من خطف هدف ريال مدريد، والأخير يفرض شرطا غريبا على إيكاردي قبل ضمه. جافي يرفض التجديد للبارسا بسبب الصفقة القادمة، ورسميا ثنائي جديد يرحل عن برشلونة، والمزيد فابقوا معنا. شباب السعودية يتسيدون العرب. البداية بكأس العرب للشباب الذي أقيم بالسعودية، وقد عرف ختامه تتويج المنتخب السعودي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية تواليا، وذلك بعد الفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. حصاد أسبوع الدوريات الكبرى. بشكل فعلي انطلق الموسم الكروي في ثلاث من الدوريات الخمس الكبرى، بينها البريمير ليج الذي كان من أبرز ملامح جولته الأولى فشل ليفربول في أول خطوة بسقوطه في فخ التعادل أمام فولهام، بينما أحبط مان يونايتد جماهيره بقيادة مدربه الجديد إيريك تنهاج عندما تلقى الخسارة على يد برايتون في ملعبه أولد ترافورد. أما حامل اللقب والجار مان سيتي فحقق الفوز على ويست هام بثنائية نجمه الجديد هالاند. وفي ألمانيا دشن حامل لقب البوندسليغا آخر 10 مواسم بايرن ميونخ بدايته باكتساح أنتراخت فرانكفورت بسداسية مقابل هدف قبل أيام من مواجهة الأخير لريال مدريد بالسوبر الأوروبي. وفي فرنسا قدم ميسي أداء رائعا في فوز سان جيرمان على كليرمون فوت بخماسية بعدما صنع هدفا وسجل هدفين أحدهما من مقصية. أما في إسبانيا واستعدادا للموسم الجديد توج برشلونة بكأس خوان غامبر بتغلبه على بوماس المكسيكي، الفريق الذي تعاقد مع داني ألفيش مؤخرا، وشهدت المباراة بادرة تكريمية للبرازيلي كأحد أساطير البارسا. الحكم بالسجن لنجمة السلة الأمريكية. تلقت لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر حكما من محكمة روسية بالسجن 9 سنوات بعد إدانتها بحيازة مواد مخدرة في فبراير الماضي بأحد مطارات موسكو. وقبل نحو شهر أقرت بريتني بالذنب أمام المحكمة، لكنها قالت أنها لم تخالف القانون عن عمد، وأنها وضعت تلك المواد في حقائبها عن طريق الخطأ وهي في عجلة من أمرها، مع العلم أن تلك القضية تصدرت المشهد خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد طلب عائلة اللاعبة للرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل للإفراج عنها أو ضمها في عملية تبادل معتقلين سياسيين مع روسيا. وفي أول رد لبايدن طلب بالإفراج عن جرينر فورا، مؤكدا أنه سيفعل كل ما بوسعه من أجل ذلك لأن روسيا تحتجزها ظلما على حد وصفه. صلاح يواصل كتابة التاريخ. بعد تسجيله لهدف في شباك فولهام بلغ رصيد صلاح 119 هدفا مع ليفربول في البريمير ليج ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع الفريق بالمسابقة، متفوقا على مايكل أوين صاحب 118 هدفا وخلف كل من ستيفن جيرارد الوصيف ب 120 هدفا والمتصدر روبي فاولر ب 128 هدفا. كما عزز صلاح رقمه القياسي بهزه الشباك في افتتاح البريمير ليج الموسم السادس تواليا، حيث كان أول من يحقق نفس الإنجاز 5 مرات تواليا. جماهير دورتموند تطلق حملة لتمويل صفقة رونالدو. وفقا لموقع سبورت ون
أطلق مشجعو بروسيا دورتموند حملة واسعة لتمويل صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يخطط للرحيل عن المان يونايتد ويبحث عن وجهة جديدة في وقت يريد فيه النادي الألماني توفير بديل لسيباستيان هالر الذي يغيب لأشهر بعد إصابته بورم في الخصية. وأضاف الموقع نفسه أن مشجعي أسود الفستفاليا أطلقوا الحملة لجمع نحو 40 مليون يورو. وقد كتب أحد المشاركين بالحملة: أعزائي مشجعي البوندسليغا ودورتموند، التشخيص السيء لهالر يجبر دورتموند على إيجاد بديل. بناء على الوضع في مانشستر، هناك فرصة فريدة لجلب اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات. لا ركوع بعد الآن في البريمير ليج. منذ الجولات الأخيرة للدوري الإنجليزي بالموسم قبل الماضي، اعتاد لاعبو المسابقة الركوع على ركبهم قبل المباريات كإشارة تضامنية ضد العنصرية ضمن حملة Black Lives Matter، لكن بقرار من رابطة الدوري الإنجليزي تم إلغاء ذلك التقليد، ولن يركع اللاعبون هذا الموسم إلا قبل بعض المباريات المهمة فقط، وسط مخاوف متزايدة من أن المبادرة فقدت جاذبيتها، تقتصر هذه الإماءة على بعض المباريات كبداية أو نهاية الموسم، إضافة لمباريات البوكسينج داي والمباريات المخصصة لشعار لا مكان للعنصرية، وكذلك قبل نهائيي كأس الاتحاد وكأس الرابطة. رئيس نابولي يثير الجدل. في تصريحات لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، هاجم دي لورينتس رئيس نابولي النجوم الأفارقة بالقول: قلت لإدارة النادي أيها الشباب، لا تتحدثوا معي بعد الآن عن التعاقد مع اللاعبين الأفارقة، أنا أحبهم لكن التعاقد معهم سيكون مرهونا بشرط عدم المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وإلا فإن هؤلاء اللاعبين لن يكونوا متاحين لنا، نحن الأغبياء الذين ندفع الرواتب فقط لنرسلهم في جميع أنحاء العالم يلعبون من أجل الآخرين. وبدوره رد الكاف على تصريحات دي لورينتس عبر بيان شديد اللهجة داعيا الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيق ضده. منوعات. صدمة كبيرة تلقاها عشاق نادي الاتحاد السعودي بعد إعلان لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي إيقاف مهاجم الفريق عبد الرزاق حمد الله لمدة 4 أشهر مع تغريمه 300,000 ريال بسبب مفاوضاته مع الاتحاد أثناء سريان عقده مع النصر. كما تقرر حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي القادم. من ناحية أخرى، أعلن الحكم التركي الشهير جنيد شاكير اعتزال التحكيم نهائيا بعمر 45 عاما على أن يصبح مدربا للحكام الأتراك الشباب بقرار من الاتحاد التركي. في المقابل، قامت البرتغالية كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو بالسخرية من ليونيل ميسي عبر حسابها الرسمي بإنستغرام، وذلك بعدما تفاعلت بوضع علامة إعجاب على منشور يقارن بين هدف رونالدو الشهير بمرمى يوفنتوس من مقصية وهدف ميسي الأخير في شباك كليرمون من مقصية أيضا. ويعود ذلك المنشور لإحدى الصفحات الجماهيرية لرونالدو على إنستغرام، تضمن صورة الهدفين مع تعليق مفاده: واحد يسجل بالمسدس والثاني بركلة الدراجة، هدف في الدوري الفرنسي ضد كليرمون فوت وآخر في دوري أبطال أوروبا في مرحلة إقصائية ضد يوفنتوس. جديد الميركاتو. البداية مع بعض الصفقات التي تمت بشكل رسمي كانتقال كاسبر شمايكل إلى نيس، ريناتو سانشيز إلى باريس سان جيرمان، ريكي بويغ إلى لوس أنجلوس الأمريكي، جورجينيو فينالدوم إلى روما، كوكوريا إلى تشيلسي، مارتنز وتوريرا إلى غلاتاسراي، نيتو إلى بورنموث، بيرند لينو إلى فولهام، إسكو وتيليس إلى شبيليا. ويمكنكم متابعة تفاصيل هذه الانتقالات قريبا في فيديو الجزء 8 من سلسلة صفقات تمت رسميا. أما عن باقي أخبار الميركاتو، فنجح ليفربول في تجديد عقد مهاجمه دييغو جوتا حتى صيف 2027، كما قطع تشيلسي الطريق على برشلونة بتجديد عقد أزبيليكويتا حتى صيف 2024.
في المقابل أكد الموثوق فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان في مفاوضات متقدمة للغاية مع فابيان رويز لاعب وسط نابولي، علما بأن الأخير يدخل ضمن أهداف ريال مدريد في صيف 2023 تمهيدا لضمه بعد نهاية عقده. وعلى ذكر الريال، أكدت شبكة ديفنسا سنترال أن النادي يفكر في ضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لكنه يشترط انفصاله مهنيا عن زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا أولا، في وقت انتشر فيه تسريب صوتي للأخيرة تعلن فيه أنها بدأت إجراءات الطلاق من اللاعب بسبب مشاكل تتعلق بخيانته لها، كما أن اللاعب غاب عن مباراة كليرمون فوت لنفس الأسباب. ومن ريال مدريد إلى الغريم برشلونة الذي يقترب بشدة من التعاقد مع ماركوس ألونسو بعدما أتم الاتفاق مع اللاعب وناديه تشيلسي، بينما أكدت بعض التقارير أن لاعب وسط الفريق بابلو غافي يشترط على النادي صرف النظر عن التعاقد مع برناردو سيلفا حتى يوافق على تجديد عقده الذي ينتهي بصيف العام القادم، حيث يرى أن قدوم نجم مانشستر سيتي سيؤثر على تطوره ومشاركته.